بتمنى بالعام الجديد انه ان شاء الله هيك يا رب يفرج الوضع بسوريا وترجع العالم على سوريا. وانا امنيتي يعني امنيتي الوحيده انه هاي اللي بتمناها وبدم بحلم فيها اني سافر، وبحلم اني اكون بكندا. هاي امنيتي الوحيده وحلمي الوحيد اني اكون بكندا. والله الحمد لله كانت سنه خير، يعني كاوضاع بلد كانت اوضاع ابدا منا منيحه، وان شاء الله بنتمنى بسنه 24 تتحسن شوي هالاوضاع البلد، شوي يصير في فرص عمل للشباب، نقدر نشتغل، نقدر ناسس شوي احسن من هالوضع اللي نحن فيه هلا. العالم كلها عم تضطر تهرب بالبحر وعم تضطر تترك بلادها وتفل. نتمنى بهالسنه بركي شوي هالدوله بتبقى تصحى شوي لهالجيل اللي طالع، هالشباب نقدر يعني نعمل شيء مستقبل بهالبلد. والصراحة بهالبلد يعني ما في مستقبل لحدا. اتمنى انه تتحسن الاوضاع بسوريا ونرجع على سوريا، وان شاء الله هيك الله يتم الخير على سوريا. وبتمنى امنيتي الوحيدة انه ارجع اتجوز مرة ثانية. سنة 2023 كان الوضع كثير سيء، غلاء المعيشي، الوضع المادي صعب، ظروف صعبة، غيرنا لاجئين، ما معنا اوراق ثبوتية تثبت وجودنا بلبنان. هاي الصعوبات اللي واجهناها بالعمل. التضخم كثير كان صعب علينا بلبنان واثر علينا اقتصاديا، غلاء البيوت، ارتفاع اسعار اجره البيوت، ارتفاع الاسعار، تضخم. الحمد لله رب العالمين. ونتمنى سنه 2024 تكون احسن علينا ونرجع بلادنا ان شاء الله رب العالمين، وترجع يعني نعمرها ان شاء الله وتكون احسن علينا وتتحسن ظروفنا المادية والصحية، لأنه الحمد لله كله صار سيء، الحمد لله رب العالمين. هاي السنة اللي فيها لحنا مرينا فيها معاناة كثير يعني، وأنا صراحة يعني بهاي السنة فقدت أحباب كثير يعني، احترق فينو بيت أختي واحتراحوا لي أولاد أختي وراحوا إخواني، يعني هاي السنة كانت صعبة كثير. وأتمنى السنة القادمة تكون فرحة علينا وعليكم يا رب، ويفرج علينا وعلى أمة محمد يا رب. يعني سنة 23 يعني الحمد لله مرقنا بوضع يعني سيء كثير، وضع يعني العالم حست فيه، ونحن بنتمنى من العالم، نتمنى من الأجهزة الأمنية كلها أنه تكون واقفة جنبنا وتحمينا وما يصير فتنة. ونحن بنتمنى أنه يحسوا بأهل طرابلس، يعني أهل طرابلس كتير وضعنا على الأرض، ونحن أولاد هيدي البلد. إذا أنتم ما حسيتوا فينا مين بده يحس؟ وإن شاء الله 2024 بتكون سلام على أمة محمد كلها وعلى الطائفة كلها، ونحن بنتمنى انه تخلص بفلسطين وترجع العالم مثل ما كانت وتنتهي على الحروب كلها. ما بدنا غير السلام.